ثلاثة أربعة خمسة ستة تم فرز الأصوات، فرز الأسماء بعد انتهاء الأصوات التصويت. طبعا احنا نذكر المرشحين ونعمل منهم البقاعة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. الشيخ علي بن إبراهيم اليحيى الأول صعد الأصوات 60، الشيخ عثمان بن عبد الرحمن عثيم 57 صوت، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المحيسن 55 صوت، الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الربعي 54 صوت، الشيخ صالح بن محمد الونيان 53 صوت، الشيخ خالد بن عبد العزيز الشريدة 43 صوت، الشيخ مقبل محمد المقبل 38 صوت، الشيخ خالد بن عبد الله القصير 31 صوت، الشيخ صالح بن سليمان الفوزان 31 صوت. الأسماء اللي ذكرنا لعلهم إن شاء الله يجلسون على توزيع مناصب. وبالنسبة للأعضاء الثلاثة، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله المقبل الاحتياط، والشيخ فهد بن سليمان الأحمد 16 صوت، طبعا الأخ عبد العزيز الشيخ عبد العزيز بن عبد الله المقبل 24 صوت، والشيخ فهد بن سليمان الأحمد 16 صوت، والشيخ محمد بن عبد الله الخضيري 14 صوت. أما الآن باقي توزيع مناصب بين اللي ذكرنا اسمهم التسعة الأوائل، والباقي عسى الله يوفقنا يوم الخير إن شاء الله. الشيخ علي بن راشد اليحيى، الشيخ عثمان بن حمد عثيم، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المحسن محيسن محيسن نعم، الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الربعي، الشيخ صالح بن حمد الونيان، الشيخ خالد بن عبد العزيز الشريده،
الشيخ مقبل الحمد المقبل، الشيخ خالد عبد الله القصير، والشيخ صالح سليمان الفوزان. الآن رئيس مجلس الإدارة لا يخفى عليكم من نائب الرئيس ومن الصندوق الأمين العام والأعضاء، لكن هي المناصب الأولى هي اللي ثلاثة أربعة، الرئيس والنائب وأمين الصندوق والأمين العام. أمين المجلس. نعم. أقول الشيخ في طريقة تجد التشريح، إما أنه شفوي ولا كل وقت بورجة. طيب انا مريض، انا ما بيمر وش اليوم ما يسمع يسمحوا هم موجود ما يصوت لكن يرشح. يرشح اذا انتم بترشحون ترشحون مثل ما انه رشح. نعم الا صندوق لكن هو ما يرشح لانه هو مو موجود. اما الصوت وصار هذه الطريقه هذه كنا اللي كل واحد من شيخ يرايح الطريق بالنسبة للأعضاء أظنه لا ضير من كل أي شيء. كل واحد من الأعضاء مثل هالورقة. كل واحد من الآن موجود. يبي يأخذ مثل هالورقة. أي سجل اسمه. أحسن أحسن. رئيس المجلس النائب. هو سجل له يابي. كم واحد؟ 9 ترى. اكتبوا كل اجل جميع المختصر ما يكون عليك واحد عنده مثلا انتم عندكم تعال تعال الله يجزاك خير صراحه أهم شيء ينقري ها. الله يوفق الجميع المنظومة لكن نسأل الله التوفيق كان في الحراسة وكان في السعادة وكان في السعادة نسأل الله التوفيق والسلام وعمل سجل عندك الحين ايوه الشريده نعم الشريده والمدير وحنا صحيح شو قصلت شريد المزبل قصير فوزين تشتغلون ثم وضع اللبن والأساس أنا أحياني المشكل أسهل لأنه لا قام داره أصبح يصبح أنه الآن المجلس اللي بيجي الله يعينه هم التطويل ومقدار ما يثلث للجمعية أوقات لا ما تجي كذا لا في رئيس رئيس نعم كذا صار الصندوق الأمين العام من ناحية التأسيس يلا مش طبعا اللي هي تبرزت فيها يعني آخر شيء الربع رئيس يقول المندوب الربع يحيى نائب كما تشتغل عشان خلاص طيب ليش ما تسكر عشان لا 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 واضح واضح زين ايوه مظبوط شو صرنا ليحيى نائب امين الصندوق العثيم امين الصندوق امين نائب الربع رئيس
والأوزي يحيى نعيم يحيى نعيم أول من حصل عليه أمين صندوق أو كلية الهندسة الشريدة أمين عام كمان أكاديمي أم حسن رئيس الشريدة نائب الشريدة جمد الأكاديمي أخذ قصيرة من عام أمين أسف أمين صندوق أمين صندوق والآن صارت ولا ثم أمين عام جمعية في جميع الأنحاء 11 أم حسن رئيس الشريدة نائب يعني هي أم مقبل أمين صندوق والله من بدا أمين عام علي حمل القائمين على الجام والله اليوم الناس ما يعرفون الجمعيات الشريدة نائب ويهاشون وأحيانا ولدت يعني ومن ولدتنا الحمد لله صار جمعية مستقلة أمين عام السلامة ادرس خطوك أمين صندوق أمين عام فوزان هذه لأنها ما عاد بتأثر لو واحد بقل أو أكثر ما تأثر السجل يحدد هنا أول هذا خمسة عادة المسائل عدد النفر قوس كل القوس مشكلة اثنين عاد عليها مضيف بس ما جاهم شيء أمس الزلفي على الطاوية على الغار وجانا سحاب خلص بس ترى ما وصلت عميزة ولا وصلت البداية ولا شمال بسم الله استاذنك يا شيخ الآن بعد التصويت بقي منصب واحد لكن المهم الآن رئيس مجلس إدارة الشيخ عبد الله عبد الرحمن حيسن ونائب الرئيس الله يسعدك يا شيخ آمين ونائب الرئيس الشيخ خالد عبد العزيز الشريدة الشيخ عثمان عبد الرحمن عثيم أمين الصندوق بالنسبة للأمين العام الشيخ الشيخ خالد الشريدة اختير المنصبين الآن تساوت الأصوات النائب أصل خالد والأمين هي الآن خالد هو لها خالد لها الأكثرية لكن بدنا الآن نصوت للأمين العام لأنه استلم منصب نائب الرئيس الشيخ هذا سقط اللي بعده واحد كلهم تساوي أربعة حطوا الرئيس اللي حاطه لا يرجع لا أنا عندي سؤال حقيقة كأمين مالي أنا ودي غيري
وواخذ اللي بعده ان كان الحكم اقرب واحد للجمعيه الشيكات وما الشيكات والله جيد لا الشيخ خلاص خله راح تصفيه امين صندوق بس شوف انا جيد لا على جودي انا ما راح اغير شيء انه لك اللي بره اعتاد الشيخ على الامور الماليه صوت اللي بره هذا مبدا خلاص شوف اللي بعده بس اللي قبل باقي الان وباقي ليش الممثل المالي باقي العالمين صرت تواصل بين الجمعيه و سلامي دائما هو اللي متواجد والله يصلح اثمانك يا زلمه شوف تنفيذ قرارات المجلس والاتصال على المجلس راتبي هذه في تفرغ تنفيذ قرارات المجلس ترى هذه مهمه الامين تكلم مهمه الامين انت صوتت هذا تصويت يعني انا ادري وضع جدول الجلسه وتنفيذ قرارات المجلس كلها من مهام امين المجلس لكن يقوم بها المدير انا انا اشم الشيخ انها كيديها الشرح ذا يخيب تلاحظ من الشيخ عثمان والله عشان يطلع من عمل بس أنت أقول والله الشيخ علي جرب العمل هذا يا الشيخ عبد الله الشيخ علي يا شيخ ها أمين عام للأمين ما رشح أنا مرشح والله أنا رشح لأنه أنا ترشيح كلام حكم مفتوح لا خلا مفتوح بالنسبة للأمين أحسن أحسن الشيخ أنت أقرب الشيخ أنت أقرب وما رسلوه هذه حلونا الحين خلاص توقيع الشيخ طيب أنا مين أنا مرشح خلاص مدام التفكير خلاص الشيخ ما عنده خبرة نعم خلاص توكل الله يعينك يا شيخ خلاص بايعوا توكل على الله يا شيخ موافقين الصرف بعد لا تخلونا الحال موافقين انتم خلاص يعني موافقين على الكلام والله جمعتوا اي ترى اي خلاص الله يجعل الدرمان الله يجعل الله يرفع الاسباب صار 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 عبد الرحمن بن ربيع ارك حال العمل في دائره واحده وروح الفريق الواحد كلنا رئيسنا ومرؤوسنا الحال واحده هذا صالح محمد اقول بالله ثم الدكتور ايوه ما قصر جلبي موجود والعمل جماعي نشيله جميعا وميزة الأخوان أنهم حتى في المجلس السابق واحد يمثل الجمعية كلهم يعملون بفريق واحد لابد شيخ علي أنت لو استأذن الزملاء صالح سليمان صالح سليمان صالح سليمان هذا جلسة يوم ما عليك تتهاوين صالح سليمان الفزاع جابوا توقيع بدأت تتهاوين